السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على أحلى متابعين، معاكم أشرف عبد العزيز. فيديو النهاردة هنتعرف مع بعض على طريقة تشغيل خاصية الكيو سيمفوني لتلفزيونات سامسونج. والمميز في الخاصية دي إنك تقدر تشغل صوت التلفزيون مع الصنبار، وده هيكون أوبشن كويس جدا هيزود معاك قوة الصوت. والميزة دي متوفرة في كل تلفزيونات سامسونج موديلات 2021، والتوصيل هيكون مع سامسونج صنبار فئة الكيو فقط، يعني مش أي صنبار تقدر توصل عليه. وبالمناسبة احنا هنا على القناة عملنا مراجعات على ساوند بار من فئة الكيو وموديلات زي الـ AU8000 والـ 9000 والـ 7000، وهسيب لكم رابط الفيديو في خانة الوصف. في البداية التوصيل هيكون عن طريق الـ HDMI أو الـ Optical. هنبدأ نوصل الكابل من التلفزيون للساوند بار سواء Optical أو HDMI، ولو هتوصل عن طريق الـ HDMI هيكون من مدخل الـ ARC أو الـ E-ARC في التلفزيون وفي الساوند بار. وبعد كده هنروح على الإعدادات في التلفزيون. إعدادات الصوت هتظهر قائمة فيها اختيارات كتير، هنختار Option TV Plus Sound Bar. وبكده يكون تم ربط التلفزيون بالساوند بار بخاصية الكيو سيمفوني. أتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، محتاجين دعمكم، لايك واشتراك وكمان شير. مستني آرائكم وتعليقاتكم على الفيديو، وأشوفكم على ألف خير. سلام.